كشفت مقترحات بايدن بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة عن خلافات كبيرة داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تعالت بعض الأصوات للمطالبة بقبول تنفيذه الاتفاق، خاصة بعد الإعلان عن أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه بالإجماع داخل المجلس الحربي. المعارضة الإسرائيلية دعت لتنفيذ المقترح وقالت إن عدم قبول الصفقة المعروضة من بايدن يعني حكما بالإعدام على الرهائن، وستؤدي إلى أزمة ثقة مع واشنطن والدول الوسيطة، مؤكدة أنها ستدعم نتنياهو إذا تعنت شركائه من اليمين المتطرف. لكن في المقابل تعالت أصوات من حكومة نتنياهو برفض الاتفاق، وهددت بإسقاط الحكومة في حال تم إنهاء الحرب في القطاع من دون القضاء على حماس. في المواقف، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي أعلن عن دعمه الكامل لحكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، نتابع. أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على جهوده المستمرة للإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة. لقد أبلغت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعمي الكامل له وللحكومة للتوصل لاتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن. ليس هناك وصية أعظم من تخليص الأسرى والرهائن، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذين لم تتمكن إسرائيل من الدفاع عنهم وحمايتهم، ومن واجبنا إعادتهم في إطار صفقة تحافظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد أعرب عن رفضه القاطع لصفقة الرهائن مع حماس، واعتبرها تنازلا عن هدف الحرب المتمثل بالقضاء على الحركة. الصفقة وفق ما هو منشور تعني التراجع عن شرط القضاء على حماس والتنازل عن المضي في الحرب. لا نتحدث هنا عن نصر حاسم، بل استسلام كامل أمام حماس. أنا أقول إذا استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع هذه الصفقة فسنسقط حكومته. ينضم إلي في هذا الحوار من رام الله رئيس مركز الدراسات المستقبلية بالقدس الدكتور أحمد رفيق عوض. أرحب بضيفي من عسقلان المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية السيد كوبي لافي، ومن القاهرة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور أحمد فؤاد أنور. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ من ضيفي من عسقلان السيد كوبي لافي، يعني قسامات داخلية إسرائيلية بشأن مقترحات بايدن، المشكلة هنا هو أنه العالم ينتظر موقف موحد من إسرائيل، لكن ما زالت حتى الآن إسرائيل غير قادرة على إعطاء صورة أو إعطاء موقف واضح من المفاوضات أو من المقترحات التي قدمها بايدن. ما رأيك؟ مساء الخير سيدتي، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أنا لا أفهم السؤال، يعني بايدن قال أن هذا اقتراح إسرائيلي، فلذلك ليس هناك حاجة لوصول أو لإرادة أن يكون كل الشعب الإسرائيلي من حول هذا القرار. يعني القسامات في الديمقراطية شيء طبيعي، يعني ليس هناك مشكلة. المشكلة هل هناك إرضاء أو قبول العرض الذي عرضه بايدن باسم إسرائيل بالطرف الآخر؟ وأنا أشك في ذلك، لأن هذا لا يخدم المصلحة الإيرانية في هذا الوقت برأيي، ولذلك هذا يثبت ويحط حماس في مأزق، لأن حماس تدعي أنها تريد وقف إطلاق النار لحماية الشعب بين قوسين، ولكن ليس هناك حماية. من البداية لا تهتم حماس بوضع الفلسطينيين، بل في المصالح الإيرانية في المنطقة. وعندما ترفض حماس هذا الاقتراح على ما يبدو، فإسرائيل تقدر تقول للعالم بأكمله: هين أنا كنت مستعدة لوقف إطلاق النار ولتحرير ولصفقة لتحرير أسرائنا مخطوفينا، ولكن المنظمة الإرهابية لا تريد ذلك، وانكشفت الكذب الكبير. وفي إذا شاهدت في الأسابيع الأخيرة، لقد ارتفعت كثيرا شعبية نتنياهو، يعني بغض النظر أن فيه هناك ضغوطات في الحكومة الإسرائيلية خاصة بالطرف اليميني المتطرف، فشعبية نتنياهو كزعيم التي يصر على مواقفه بمثابة يا جبل ميه الزكريح،
الشعب يكون مبسوط جدا من موقف هذا ولا يقول ولا يعلن ماذا هي خطته إلى اليوم بعد الحرب، لأن هذا يكون من بعيد عن يعني. تقول سيد كوبي، دعني فقط أستوضح منك هذه النقطة، يعني تقول أنه نتنياهو سيمضي قدما بهذا الاقتراح الذي ذكرت أنه اقتراح إسرائيلي قدمه بايدن دون عابئ أو غير عابئ بأي تهديدات بحل الحكومة من قبل اليمين، هل هذا ما تقوله؟ نعم أم لا؟ نعم، لأن طيب. إذا الحكومة لأين يروح بن غفير بعد الحرب؟ لأين يروح سموتريتش؟ هل فعلا يفكرون أن غالبية الشعب الإسرائيلي يلتم حواليهم؟ لا، الشعب يريد أولا تحرير المخطوفين، طيب. ثانيا القضاء على حماس، ولكن إذا لم تقدر تعملها مع بعض يجب عليك أن تتصرف بذكاء، ونتنياهو يتصرف بذلك. سأعود إليك سيد كوبي. طيب سأعود إليك سيد كوبي لاستكمال بقية النقاط. أذهب إلى ضيفي من القاهرة دكتور أحمد فؤاد أنور. دكتور أحمد، هناك عبء ومسؤولية الآن على الوسيطين القطري والمصري من أجل إتمام هذه الصفقة، لكن ما نشاهده في وسائل الإعلام هو مشهد الانقسام الكبير والتهديدات من قبل السياسيين في الداخل الإسرائيلي بعدم إتمام هذه الصفقة التي يرونها لا تلبي مصلحة إسرائيل في القضاء على حركة حماس. هل تنعكس كل هذه التوترات على مشهد المفاوضات الجاري الآن بوساطة مصرية وقطرية؟ بالطبع، يعني بعد تحية، طبعا هناك إرادة غير واضحة لدى تل أبيب. صورة النصر التي تبتغيها إسرائيل أو المجتمع الإسرائيلي غير واضحة. هل هي تحرير محتجزين؟ لماذا يتم قصفهم بالأسلحة الثقيلة إذا كان هذا هي الأولوية؟ هل هو القاء القبض على يحيى السنوار؟ هل هو تدمير حماس؟ الحقيقة إن في قطاع كبير يرى بأن النصر التام يتمثل في الخلاص من نتنياهو. فهناك تصدعات داخل المجتمع الإسرائيلي يجب الالتفات عليه. في هذا الصدد يمكن أن أشير إلى أن بن غفير وسموتريتش يهددان بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها. في المقابل يائير لبيد الذي تظهر صورته حاليا على الشاشة، هو زعيم المعارضة، يتعهد برشد بتحون، أي شبكة أمان، بمعنى أنه إذا ما قفز نتنياهو من السفينة الغارقة سيجد من يتلقفه. البديل الجاهز لبن غفير وسموتريتش جاهز ويقول أنا مستعد في سبيل استكمال دفعات تحرير المحتجزين والأصل. ففي هذا السياق الأزمة كبيرة في إسرائيل وغير مسبوقة. كان هناك ردع في إسرائيل، حاليا سقط هذا الردع. 7 أكتوبر قد يتكرر، غلاف غزة قد يتكرر في غلاف طولكرم. المهجرين من الشمال ومن الجنوب لا يزالون خارج منازله. كانت إسرائيل تعتمد على الحرب الخاطفة خارج أراضيها، حاليا ثبت عدم جهوزية جيش الاحتلال. أعتقد أن الحل الوحيد لأمن إسرائيل أن تلتزم بالشرعية الدولية وأن تتخلص من هذه العزلة التي زجت بنفسها فيها حينما صارت وراء أنصار حركة كاخ الإرهابية. طيب دكتور أحمد رفيق عوض ضيفي من رام الله، هنا دعني أسألك في تعقيب نتنياهو. يعني نتنياهو قال بالمجمل أنه هم موافقون على المقترح الأمريكي، لكن في التفاصيل كان هناك تعقيبات، هو أبدى بعض التحفظات على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي، وقال أنه وفقا للمخطط الدقيق الذي اقترحته إسرائيل الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان مشروط ومصمم للسماح لإسرائيل بالحفاظ على أهداف حربها. هنا يبدو ذلك قد يؤدي إلى عرقلة استكمال مراحل الهدنة، لأن الهدنة تقتضي وقف شامل لإطلاق النار من المرحلة الأولى أصلا. يعني هذا أن إسرائيل ستسمح لنفسها بالبقاء أو بإمكانية اختراق هذه الهدنة في أي وقت، ما رأيك؟ جدا جدا، إسرائيل تعطي نفسها الحق في أن تفعل ما تريد في الوقت الذي تريد وكيف ما تريد على فكرة. ولهذا السبب هي إسرائيل لم تقل لا نعم للمبادرة التي هي أطلقتها، ولم تقل لا، هي قالت نعم بالنصف، يعني نصف الطريق. أكثر من ذلك، نتنياهو يقول أنه بايدن عرض الأمور بطريقة مختلفة، يعني كذب بايدن.
لا نتنياهو عمليا وحكومته عمليا ليسوا معنيين ب. لكن سيد كوبيلافي يقول انه انتم حصلتم على اجابه من نتنياهو، ماذا تريدون بعد؟ سيد كوبيلافي قال انا لا افهم السؤال بانه هناك مواقف متناقضه في الداخل الاسرائيلي، اسرائيل ابدت كلمتها. هل بالفعل هذا الوضوح يمكن التعويل عليه في الموقف الاسرائيلي؟ على الإطلاق، على الإطلاق ليس هناك وضوح على الإطلاق، وإذا بدك هناك غموض، هناك تبادل أدوار، هناك اختلاف حقيقي في الأفكار والرؤى. الكابينت نفسه هناك في فروق، لحظة بن غفير كيف يهدد، نتنياهو كيف يرد، نتنياهو كيف يريد أن يتصرف بين قوسين بذكاء، في لحظة من اللحظات الذكي تنتهي أموره، يعني خلص، يعني كل ما كل أساليبه كل طرقه تكشف. وبالتالي برأيي أنه الرأي أو القرار النهائي الصادر عن حكومة نتنياهو غير واضح حتى اللحظة. برأيي أيضا أنه حكومة نتنياهو ستأخذ خارطة الطريق بين قوسين التي أطلقها بايدن على غموضها، على الثغرات اللي فيها والفجوات، وستغرقها بالتفاصيل، التفاصيل ستغرقها بالشروط، ستغرقها بكثير من الكلام والجدل. وأيضا لأنه ليه هذه الحكومة، باختصار هذه الحكومة تستثمر في الحرب، الحرب بالنسبة لها مهمة جدا جدا، تعطيها الوقت، تسمح لها بالانتصار، تسمح لها بتحقيق إنجازات، تسمح لها باقتلاع حماس، لأنه كيف تفاوض حركة تريد اقتلاعها، تبقيها موجودة، لأنه هذه الحكومة عندها برنامج أيديولوجي وسياسي تريد أن تحققه. الحرب تنقذ هذه الحكومة من الانتخابات، من المساءلة، من الذهاب إلى البيوت أو السجن. لا، لاحظ أنه كيف يصعد نتنياهو الحرب في جنوب لبنان مثلا. هذه الحرب مرة أخرى بالنسبة لهذه الحكومة، وهي حكومة متطرفة تريد أن تنجز ما لم تنجز سنة 1948، تريد أن تنجزه الآن. هي تريد أن تعيد تركيب الحل والتسوية مع الفلسطينيين بما يضمن عدم وجود دولة، عدم وجود فصائل فلسطينية، وفرض حل أمني على الفلسطينيين. هذا ما تريد هذه الحكومة. طيب سأعود إليك الآن سيد كوبيلافي، وردا على ما ذكرته فقط يعني أتلو عليك تصريحات متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي لقناة ABC اليوم. قال هذا مقترح إسرائيلي، لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح كما نقل إليها وهو مقترح إسرائيلي فإن إسرائيل ستقول نعم. يعني هذا أنه نعم التي نتوقعها أو التي يبحث عنها المفاوض والوسيط في هذه المفاوضات غير واضحة حتى الآن. هنا دعني أسألك تساؤل مطروح على أذهنتنا جميعا، هل تصدر إسرائيل مشهد الانقسام أو الخلاف الداخلي للتهرب من الالتزام وترك مجال للمناورة في المفاوضات؟ لا سيدتي، نحن ليس صحيح أن نحن متقدمين تكنولوجيا، ولكن نحن ديمقراطية. الديمقراطية هناك تخالف وتعدد الآراء، وهذا لا يشير أن المجتمع كما يقولونه بعض المحللين وبعض من ضيوفه كمان، أنه المجتمع الإسرائيلي بتفكك. هذا كمان كان التفكير لحماس ولحزب الله عندما بدوا بالحرب معنا، ولكن هذا هو قوة هذه القوة للمجتمع الإسرائيلي، أن يكون هناك عدد من الآراء، وبالتالي الحكومة هي التي تتخذ القرار، شاء من شاء وأبى من أبى، لمين فيه عنده الغالبية في البرلمان وإن الإسرائيلي. وإن أسقطت هذه الحكومة من قبل أو على يد اليمين الذي يمتلك قدرة أو يمتلك مقاعد في الكنيسة، تستطيع إسقاط الحكومة؟ أولاً يقدر، هل هذا بمصلحته؟ طبعاً لا، لأنه أين يلقي حكومة تكون برأيه أقرب برأيه من هذه الحكومة؟ يعني إذا بتهدد حدا بدك تقتله، ولكن أنت بتسترزق منه، فإذا قتلته لن يكون لك خير وبركة. يعني يهددون نتنياهو، ونتنياهو يعلم تماماً إذا انسحبوا هم من الحكومة فماذا يكون لهم البديل؟
يعني يكونون بدون مناصب قوة، بدون طيب. بدون موازين مالية، بدون أي قوة للتأثير على المجتمع الإسرائيلي. فلذلك أنا برأيي ليس هناك خوف، هناك حكومة ثابتة لها 64 مقعد من مجمل 120 مقاعد في البرلمان الإسرائيلي، ولذلك لنتنياهو في غالبية. السؤال الذي برأيي يجب أن نسأل، هل المصلحة الإيرانية في هذا التوقيت تسمح لحماس أن تتقدم تجاه هذا الاقتراح الإسرائيلي قد وجه من قبل جو بايدن؟ وكل الشكر والتقدير له على ذلك. طيب سأعود إليك طبعا سيد كوبي، أذهب إلى ضيفي من القاهرة دكتور أحمد فؤاد. ما رأيك في مقاله سيد كوبي لافي من أنه في نهاية المطاف نتنياهو وافق على هذا المقترح وهو مسؤول عن هذا الموقف باعتبار أنه رئيس الحكومة، وأيضا أنه حماس قد لا يكون هناك مصلحة لها الآن بالموافقة على هذا المقترح، ما رأيك؟ يعني هي لغة الأرقام لا تكذب. إذا كان نتنياهو يرتكز على 64 مقعد، فحاليا هو سيحصل على الليكود، سيحصل على 21 مقابل 27 لجانتس. جانتس يستطيع تشكيل حكومة وائتلاف حكومي من 69 مقعد من 120، وهذا ائتلاف مريح. هذا يدل على أن المزاج العام ضد نتنياهو وضد المسار. حتى رئيس بايدن يطالب الشارع بالضغط على من يطالبون داخل الحكومة الإسرائيلية باستمرار هذا المسار. هذا المسار يهدد استقرار المنطقة، وهذا السياسة سياسة حافة الهوية خطر على الجميع. حاليا هناك موعد محدد يوم 8 يونيو لبني جانتس للانسحاب، وسيلقي خطاب حاشد ويحشد فيه الشارع ضد نتنياهو أكثر وأكثر، لأنه يعلم الكثير بوصفه خلفية عسكرية، بوصفه على دراية بالولايات المتحدة الأمريكية وأصغر سنة. فأعتقد أن استطلاعات الرأي توضح بأن هذا المسار خاطئ، وأن أيضا عمل الشيء ونقيضه لا يدل على إرادة سياسية، بمعنى أنني بأرسل للقاهرة وفد للتفاوض وأرسل الدبابات للاجتياح رفح وأقول أنني لا أجتاح رفح بشكل كبير، لكني أقسم العملية إلى ثلاثة أقسام. في المحصلة هي عملية كبيرة ضد الإنسانية، ضد الإغاثة، تهدد استقرار المنطقة، تخترق اتفاق المعابر، تخترق اتفاق محور فيلادلفيا. أعتقد أن في الأيام القادمة هناك مراجعات كبيرة من الإدارة الأمريكية، لأن تل أبيب في ظل حكومة نتنياهو تعرض مصالحها للخطر. دكتور أحمد ضيفي من رام الله، ما يقوله السيد كوبي لافي وما يتردد في الداخل الإسرائيلي بأن الرأي العام أو الشارع الإسرائيلي يريد إعادة الرهائن أو المختطفين، وبالتالي ألا ترى أنه من مصلحة إسرائيل أصلا أن تدفع باتجاه المضي قدما بهذه الصفقة التي ستحقق لها كل شيء؟ ستحقق لها، هي استطاعت القضاء بحسب التصريحات الإسرائيلية على 75% من القدرات العسكرية الخاصة بحماس، ستستعيد رهائنها، وهي حتى سيطرت على معبر رفح، ما رأيك؟ نحن أمام حكومة متطرفة جدا، وكما قلت هي تريد أن تحقق، عندها برنامج، عندها رؤية أيديولوجية، وعندها رؤية سياسية، وعندها رؤية أمنية، وبالتالي هي لا تريد أن تذهب هذا المذهب، لا تريد أن تفاوض على فكرة. وكما قلت وأدعي أنه التفاوض مع حركة حماس سيسقط هذه الحكومة. إسقاط هذه الحكومة يعني يجعلها تدفع ثمن أخطاء كثيرة ما بعد 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، وبالتالي هذه الحكومة لا تريد أن تسقط، تريد أن تبقى. الآن السؤال أنه كيف تريد أن تبقى؟ فهي ستروج أكاذيب وأضاليل، من ضمنها أنه لن تفاوض إلا بعد تدمير قدرات حماس العسكرية والسياسية والحكومية، لن تفاوض إلا بعد إطلاق سراح الأسرى. على فكرة الأسرى الإسرائيليين الآن أو الرهائن الإسرائيليين هذه الحكومة
يعني قللت من أهمية هذه الورقة، وحاولت أو تحاول ما زالت أن تسحب هذه الورقة من حركة حماس حتى لا تبقى ميزة لحركة حماس تفاوض بها. أكثر من ذلك، هي عمليا تقتحم رفح بحجة أنه هناك قادة حماس، أن هناك ما بقي من قدرات حماس إلى آخره. أكثر من ذلك، إسرائيل عمليا لا تتحدث عن اليوم التالي اليوم الثاني حتى لا تقدم خطط قد تدفع ثمنها، وبالتالي هذه حكومة يعني تذهب مذهب الحرب، لأنه هذا الخيار رغم أنه سيء على فكرة، ورغم أنه قد لا يلقى قبولا في الشارع الإسرائيلي، اللي الشارع الإسرائيلي مش واحد، الشارع الإسرائيلي متعدد، في على الأقل ثلاث أنواع، نعم في أقل شيء ثلاث أنواع من الشارع بالإضافة إلى شارع الحريديم يعني، وبالتالي الشارع الإسرائيلي مش موحد، الشارع الإسرائيلي منقسم على نفسه، وفي جدل كبير في إسرائيل على فكرة، جدل وجودي، جدل أمني، جدل سياسي، جدل بكل جدل حول الدولة نفسها، وبالتالي لا يعني ما يقال إنه في هناك وحدة وإنه هاي طبعا في ديمقراطية بين قوسين، الديمقراطية طبعا داخل القبيلة، لكن هذه الديمقراطية في لحظة من اللحظات هي تستثمر في القوة ولا تستثمر في السياسة. هذه الحكومة على فكرة هي تعتقد إنه لا حدود للقوة، وبالتالي هي يعني عندها جيش قوي بالمناسبة، ولكن عندها سياسيين مغامرين مقابرين وانتحاريين، إلى أن هم بيقفوا قدام كل العالم، ما بدهم يفوتوا بتفاوض، ما بدهم يفوتوا بصفقة، إذا بالتالي هذا سيورطهم أكثر فأكثر. هذه نقطة مهمة، يعني حتى كان ذكرها محرر في صحيفة Foreign Policy Foreign Affairs عفوا الأمريكية، وسأذهب بهذه النقطة إلى سيد كوبي لافي. أولا كنت أرى تعبيراتك، يعني لديك ربما تعليق على ما قاله السيد دكتور أحمد وسأترك لك الحق، لكن النقطة هنا أنه الغرب حتى يرى أنه إسرائيل أو القيادة في إسرائيل تحركها تطورات سياسية وليس المصلحة بعيدة المدى، أو ليس المصلحة العليا لإسرائيل، لأنه المصلحة العليا لإسرائيل هو إنجاح هذه الصفقة بكل الطرق. الآن إسرائيل تضع شروط، رئيس الحكومة يعني القادة في إسرائيل يقولوا أنه ستبقى الحرب أو سنبقى على الحرب حتى إنهاء المرحلة الأولى، وهذه نقطة قد تعقد المفاوضات أو قد تعقد الحصول على موافقة حماس، ما رأيك؟ سيدتي، أولا أريد أن أجاوب ضيفك، لا يفهم بالعسكر، يعني إذا كانت إسرائيل فعلا ليس هناك، وإسرائيل فعلا دولة دموية تريد سفك الدماء، فإذا كانت تدخل رفح ولن يكون هناك رد من قبل عملاء حماس، فكانت ليس هناك أي معارضة لإسرائيل، ولكن طالما هناك إطلاق نيران باتجاه جنودنا، هذا يثبت أن العنوان الإسرائيلي الذي يقول أن هناك فعلاً نشطاء لحماس في رفح ويجب القضاء عليهم، يعني هذا إثبات وبرهان وأحسن برهان، يعني ليس لإسرائيل أن تعطي بحجج لماذا. طيب، لكن هو النيران لا تطلق فقط باتجاه مقاتلي حماس سيد كوبي، ولكن باتجاه المدنيين، ندخل في 40,000 قتيل منذ بداية هذه الحرب، هذه حصيلة ليست هينة والعالم لا يتسامح معها. سيدتي، أولا العالم لا يتسامح، أولا أريد أن أحطك في المعلومات، أولا لا نعلم تماما لغاية هذه اللحظة من هم عناصر حماس قد قتلوا من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، وما هو عدد النساء والأولاد التي تخبى المخربين من وراهم وأطلق النيران باتجاهنا. ولذلك يجب علينا أن نتساءل، إذا كان فعلا يعلم أو يريد تريد المنظمة الإرهابية العميلة لإيران أن تحافظ على أمن مواطنيها، فلماذا على كل هذه المعلومات الواردة، هذه الأرقام المعلنة، وإسرائيل لم تعطينا أرقام أخرى لكي نعرض الأرقام كليهما ونقارن بينهما، وبالتالي هذه الأرقام التي يتم تداولها على مستوى حتى المؤسسات الأممية. بعيدا عن هذه النقطة سيد كوبي لافي، هل بالفعل إسرائيل تحركها التطورات السياسية والأزمة الحاصلة الآن وليس البحث في المصلحة العليا والمصلحة طويلة الأمد؟ أولا هذا كان غلط عندما برأيي طبعا، عندما تقولين أن إسرائيل مصلحتها العليا هي تحرير مخطوفينها بكل ثمن، هذا غلط، ليس بكل ثمن، لأن إسرائيل لن تريد أن تملي كل متطلبات حماس، يعني هذا يشير إذا أردنا فعلا الحفاظ على أمننا
للأجيال القادمة. السيد رئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أعذرني على المقاطعة سيد كوبيلافي، قال في الخطاب الذي تلا فيه المقترحات، قال إنه حماس لن تكون قادر على شن 7 أكتوبر جديد. يعني أنتم استطعتم تدمير الجزء الأكبر من قدراتهم العسكرية، لم تعد تهديد للأمن في إسرائيل. ومن يضمن ذلك؟ هذه بياناتكم، يعني يقال هناك أربع فرق فقط متبقية في حماس، هذه بيانات إسرائيل. ويجب القضاء عليها، ويجب القضاء عليها. ليس من شأن نحن حربجية، من شأن نريد للأجيال القادمة أن نثبت لكل المنظمات الإرهابية في المنطقة، إذا أردنا فعلا الاستقرار في المنطقة، أن الإرهاب ليس صالح، والإرهاب لن يحقق أهدافه، والإرهاب ليس له خير لكل من يحتضن من وراه، وكل من يريد تقديم منهجه السياسي والعسكري عن طريق الإرهاب فليس له أمل وليس له أي بديل في العالم أنه هذا نجح. وعندما تثبت إسرائيل أن فعلا للأجيال القادمة أن الإرهاب فشل في الإرادة على قضاء عليها، فهي دمرته وهي التي سيد كوبي. يعني لا أريد أن أخذ من وقت الضيوف، لكن فقط تعليق أخير، أنت تقول أن المصلحة العليا هي أمن إسرائيل، وتربط أمن إسرائيل بالقضاء على حماس. القضاء على حماس سيكلف الآن في رفح، سيكلف إسرائيل قتل عدد مهول من المدنيين، هذا الثمن الذي سيكون على إسرائيل أن تدفعه، هل هو يستثمر أو يدعم أمن إسرائيل؟ هذا هو السؤال. وربما تحول بهذا السؤال إلى ضيفي من القاهرة دكتور أحمد فؤاد أنور. دكتور أحمد، كان لديك تعليق على ما قاله السيد كوبيلافي وأيضا على هذه النقطة التي أثرتها؟ المشكلة الأساسية هي الاحتلال، المشكلة الأساسية هي اللهس الذي تلهسه تل أبيب وراء الوهم. هي تقول بأن هناك 4 كتائب في رفح وأريد تدميرها. ماذا عن الحل الذي تم تجريبه في شمال القطاع منذ دخلنا الشهر 9؟ ولا تزال الرشقات من الشمال إلى تل أبيب، لا تزال المقاومة موجودة في تل أبيب. يد العرب ممدودة بالسلام على الأقل من 2002. تم إضعاف الرئيس محمود عباس أبو مازن، تم تجاهل القاهرة حينما عرض الرئيس السيسي في 2016 وجود إمكانية لحل دائم للقضية الفلسطينية، وكرر ذلك من فوق منصة الأمم المتحدة. التغافل عن ما يراه العالم عن الوضع الذي باتت فيه إسرائيل منبوذة، والمزاعم بأن دعونا ندخل الشفاء، دعونا ندخل خان يونس، دعونا ندخل رفح، الآن تم دخول كل البقاع في غزة، وتم إطلاق يد إسرائيل خاصة في بداية الحرب، ولم يتم ترجمة ذلك إلى نتائج، لم يتم تحرير محتجزين وأسرى. لكن إسرائيل تقول دكتور أحمد، أعذرني على المقاطعة، إنها تقوم بينما تستمر العمليات الآن، إنها تقوم بتحقيق مكاسب، يعني تقوم إنه مع استيلائها على معبر رفح الحدودي، تقول إنه كان يحتوي على عديد من الأنفاق التي تستخدمها حماس لتهريب الأسلحة ومواد البناء والإمدادات الأخرى. قالت إنه فيلادلفيا، محور فيلادلفيا الذي أيضا سيطرت عليه إسرائيل، إنها نجحت في تدمير عدد من الأنفاق أسفله. هذا غير صحيح. النفق بقى ليه فتحتين، ان الفتحة اللي داخل سيناء مقفولة بقى لها سنوات لانها تهدد الامن القومي المصري. وجود الفتحة في الجانب الفلسطيني لا يعني ان هناك نفق متصل الى الاراضي المصرية. هذا مغالطة كبيرة، هذه اوهام تحاول حكومة اسرائيل الفاشلة ان تلهي بها الرأي العام، زر للرمال في العيون. هذه الاكاذيب لن تنطلي حتى على جانتس وزير الدفاع السابق الذي يطبق المركب الغارقة ويقفز، على الجانب الإسرائيلي أن يراجع موقفه ويعرف جيدا أن الموبقات التي يتهم بها المقاومة هو يرتكبها. هو اعتقل أطفال، اعتقل نساء، يدمر منازل، بنك أهدافه ومستشفيات وجامعات.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني النقطة التي كان أثارها سيد كوبيلافي في البداية وهي مسألة القرار الذي يمكن أن تتخذه حماس، وأنه هناك إيران من خلفها قد تكون هي التي تتحكم في هذا القرار ويمكن أن يعرقل هذا الوصول إلى صفقة، هذه واحدة من المخاوف المشروعة. النقطة الأخرى، البعض يرى أنه لماذا لا تستسلم حماس الآن أو تعلن استسلامها وبالتالي تجنب الشعب الفلسطيني أي مخاطر من عمليات عسكرية قد تقوم بها إسرائيل، حتى وإن نجح الوسيطان المصري والقطري في تمرير هذه الهدنة. دكتور أحمد، أسمع دكتور أحمد رفيق. طيب، يبدو أنه الصوت فيه مشكلة، يعني لما يستمع إلى سؤالي الذي كنت توجهت به إليه، لا أعلم إن كنت تسمعني الآن. دكتور أحمد، هل تريد أن أعود لك السؤال؟ نعم. طيب، كنت أسألك عن النقطة التي أثارها سيد كوبيلافي من أنه طيب، تفضل. نعم، أنا أريد أن أقول أنه العقل الإسرائيلي والصهيوني الإسرائيلي هو عقل مغلق تماما، لا يرى إلا نفسه ولا يرى الحقائق، هو منفصل عن الواقع تماما، بمعنى أنه بيعتقد أنه الاحتلال هو هدية الله إلى الشعب الفلسطيني، ولا يدرك أنه هذا الاحتلال وتبعاته وآثاره ثقلوا على الشعب الفلسطيني ومنعه من المستقبل، هو يعتقد انه هذا الكلام يعني من حق الشعب، من حق اسرائيل ان تفعله، وبالتالي اي رد على الاحتلال ممنوع، هذا ارهاب. مش بس هيك، اي مقابل المحتل عمليا هي مجنده مموله تعكس مصالح اخرين مش مصالحها الى اخره. اكثر من ذلك، هو يعتقد انه يجب انه العالم كله يقف مع هذا الاحتلال ويدعم هذا الاحتلال ويشرعن هذا الاحتلال، وهذا كلام غريب عجيب. المساله الاخرى انه المحتل ينسب لنفسه انه يستخدم ما يريد وكيف يريد، اما من يقع عليه بالاحتلال فيجب ان يشكروا هذا الامر. المسألة هنا يعني جد مشكلة حقيقة، حتى في التواصل البشري، في التواصل الإنساني، كيف نقول للمحتل إنه هذا احتلال وهو احتلال بغيض؟ طيب، بعيدا عن هذه يعني النقطة، دعنا نذهب إلى النقطة التي أثرها سيد كوبيلافي من أنه هناك علاقة بين ارتباط فكري وارتباط عضوي بين إيران وحماس، هل بالفعل يمكن أن تعيق إيران رد حماس بالموافقة على هذا الاقتراح؟ وبهذه الطريقة أعتقد لا، يعني حتى أذهب سريعا للسؤال، أعتقد أنه حماس الآن بعد كل هذا اللي صار، أعتقد أنه مش رح تروح لتسويات يعني من هذا النوع، الهروب أو الاستسلام أو الخروج من قطاع، أعتقد أنه هذا كلام انتهى الموضوع فيه، أعتقد بمعرفة هذا العقل. المسألة الأخرى أنه اتهام حماس بناء مع إيران أو إيران تدعمها، واضح أنه هناك في علاقة، واضح أنه هم بيقولوا أنه في وحدة ساحات، يعني مش رح نخترع المي السخنة، لكن أيضا بنقول بنفس الطريقة أنه إسرائيل يدعمها الغرب كله، الغرب الاستعماري، فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأمريكا، ويدعموها بالمال والسلاح والموارد البشرية والإعلام والتغطية حتى الأخلاقية. إذا بالتالي عن شو بنحكي بالضبط؟ لا، المسألة هنا يجب أن يعاد النظر فيها. المشكلة هنا مسألة أنه في رؤية استعمارية ترى في الشعب الفلسطيني شعب مش واصل لمرحلة الشعب أنه يكون شعب، يكون له دولة، هاي السؤال. شكرا جزيلا لضيوفي الكرام من رام الله، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بالقدس الدكتور أحمد رفيق عوض، أشكر ضيفي من عسقلان المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية سيد كوبيلافي، من القاهرة عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية الدكتور أحمد فؤاد أنور، شكرا جزيلا لكم جميعا.